نقدر نجون نقدر نحط الشوك نعلي الورود نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود نقدر نجود رمضان 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 بالخير تعود عندنا أحاسيس وشعور مختلف وبنفس الوقت مخلبط مش عارفين كيف نترجم هذا الشعور على أرض الواقع. في ناس بعدت عننا وفي ناس قربت مننا، اتلخبطت طريقة تعاملنا مع الناس، بس في حاجة داخلنا لسه تنبض مش عارفين كيف ممكن نترجمها على أرض الواقع. فرحة، ابتسامة، ضحكة، وأحياناً حزن، بس كيف الطريقة اللي ممكن نوري فيها هذه الأشياء أو نعكسها على أرض الواقع؟ الموضوع شوية ملخبط صح، مش قادرين نفهم إيش الشيء اللي بنطلع فيه بهذه الحلقة. لا بنفهم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع مهم جدا، الأمسيات. الأمسيات هذه زمان كانت هي شرارة الانطلاقة لكثير من الناس، فنانين، موهوبين، رسامين، مسرح، كوميديا، كل حاجة، وفجأة انطفت شعلتها. الناس ما بقاش عندها روح الحماس لمثل هذه الفعاليات، وعشان الوضع تغير حبينا اليوم نتكلم عن هذه الحلقة ونفصلها بتفاصيل معينة عشان كل الناس اللي تحب تستعيد أيام زمان وذكريات هذه الأمسيات بطريقة أو بأخرى تستفيد معنا. سلوك من أروع السلوكيات اللي ممكن إنك تمارسها في حياتك اليومية، كان في رمضان أو في غير رمضان. والمهم في هذا السلوك إنه يعطيك ثقافة علمية، أدبية، فنية، مسرحية، دينية، أي نوع من أنواع الثقافات. واللي يزيد الموضوع أهمية حبتين إنه يخرجك من الزحمة، من روتين الحياة الممل، من البيت للشغل، من الشغل للبيت، ولا من المدرسة للبيت للمعهد، من المدرسة للبيت للمعهد، ولا من البيت من غرفة النوم للمطبخ للديوان، من غرفة النوم للمطبخ للديوان. بقى في كبت، الناس تعاني بسبب هذا الكبت. عشان تتقدم وتطور وتبني حياتها بشكل أفضل محتاجة للتغيير، وأعتقد موضوع الأمسيات هو أفضل تغيير ممكن نضيفه لحياتنا، كان في رمضان وحتى بعد رمضان. الفكرة غالباً هي بداية كل شيء ناجح، وأي حد حب الفكرة يبدأ يفكر بتطوير الفكرة دي كيف ممكن يكون. يعني مثلاً أنا حبيت فكرة الأمسيات، ببدأ بالموضوع من ناحية أصدقائي، صحباتي، أهلي، زملاء في العمل، في الدراسة، في الشغل، في أي مكان، ونطرح الفكرة كما هي. يا جماعة إيش رأيكم نعمل أمسية خلال الأسبوع الجاي؟ فكرة حلوة، بس تعتقدي إيش يكون نوعية الأمسية اللي بنعملها؟ طب تعالوا جيبوا اقتراحات، نعمل فنية، نعمل أدبية، شعر وشعراء وقصص وقصائد وحاجات من هذه، ولا نعمل دينية، خطب ومواعظ وقصص من أيام زمان والصحابة وواء إلى آخره، ولا نعمل فنية، نجيب فنانين ولا نجيب منشدين ولا ولا ولا. هنا تبدأ عملية الفلترة، إنه لا، كذا كذا قالوا يشتوا مسرحية وكذا كذا قالوا يشتوا أدبية. في الخلاصة بتطلع حاجة واحدة، وعشان الأطراف كلها ترضي ورقة وقلم وتسجيل أسامي الأمسيات المقترحة، بحيث أن الأولى تأخذ أولى والثانية تأخذ موقعها. بعد كذا يبدأ الموضوع ينتشر،
واتساب، فيسبوك، انستغرام، اي مكان، ايميل، تعمل بوست المجموعه الفلانيه اتفقت انه يوم كذا بيحصل كذا كذا كذا. هذا هو، هنا الفكره تكون انتهت. عملتوا وخططتوا ونفذتوا ولاقيتوا ارواحكم بالشيء اللي انتم تناقشتوا فيه مع بعض. طبعا الشيء المهم انه الامسيات هي نقطة محورية جدا في تطور الحضارات والمجتمعات. ليش؟ لأن تكون عبارة عن مزج ما بين المواهب المتنوعة والمختلفة، وكل موهبة تحس إن في عندها نقص تحاول تكمل النقص هذا من جهة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام يا أخي، حرام عليك، ساعة منتظرك وانت ولا أحس. يا أخي التلفون مغلق وعدنا لصيت الدائحينة والرسالة وصلت، ما به يا أخي. كنت أشك في موضوع ضروري. أيش الموضوع؟ كنا نشتي نفعل أمسية رمضانية. أمسية رمضانية؟ يا أخي أمسية في تاريخ 25 يجتمع فيها شباب مبتعين وشباب موهوبين يظهروا بداعهم. جالي يشتي فعل أمسية رمضانية صيام والناس حراث ورمضان، صدقني ما حد يجي لك ولا حتى تذكرة واحدة. يا أخي من قال لك أننا عاد بعد تذاكر أصلا؟ الموضوع بلاش بلاش بلاش. ها يعني مجاني؟ لأنه إحنا اللي بنفعله حاجة بسيط، بنوفر لهم مكان يظهروا بتاعهم. أنا معك، بنفعل الأمسية هذه. أنت تارينا أنا قد بتعد جهز شوية حاجات وأساسيات ومتطلبات، شوف حتى لدرجة أنه الخطة جاهزة. قد جهزت الاحتياجات والأشخاص اللي عم تواصل معاهم واللي عايفيدونا ومفيدهم. إذا سابر اتصل العيال عشان نجتمع الآن. من خلال الأمسيات تتكون صورة مكتملة عند صاحب الموهبة عن موهبته. يعني أنا لما أكون حاضرة في مكان وأعرض فيه موهبتي والمكان ده يكون حاضرين فيه 30 إلى 40 إلى 45 شاب وشابة من مختلف الأعمار ومن مختلف الأجناس ومن مختلف أشياء كثيرة، وبعد ما أؤدي موهبتي أسمع رأي هذول الناس عن العمل اللي أنا قدمته، أكيد في ناس بيجيبوا انتقادات بناءة وبحاول أستفيد من هذه الانتقادات البناءة في تحسين مستوى موهبتي. من هذه النقطة يكون في تعزيز لمستوى الشخص، لموهبته، لثقته بنفسه، لحرصه على تنمية هذه الموهبة وهذه المهارة، ويكون دائماً عنده إحساس إنه أنا في مجال إننا أقدم الأفضل ثم الأفضل ثم الأفضل. السؤال المثير للاهتمام واللي كثير من الناس يسألوه غالباً، ليش في بعض أشخاص طول ما هم داخل البلاد ما حدش يسمع لهم صوت، وبمجرد ما يسافروا برا على البلاد يظهروا ظهور عجيب وغريب وينجحوا نجاح مبهر؟ الإجابة بكلمة واحدة بس: البيئة. عامل محفز جدا أو محبط جدا. يعني على سبيل المثال شاب عنده فرقة مسرحية، الشاب هذا نوى إنه يعيد إحياء المسرح في اليمن عن طريق السكتشات أو عن طريق القصص المسرحية أو عن طريق الأفكار المسرحية الجديدة والمتنوعة والمبتكرة واللي موجودة في دول العالم والدول العربية الأخرى ولسه ما وصلتش لليمن. الشاب هذا قرر إنه يبدأ بالفكرة وينطلق من هذه الفكرة هو وزملائه، اتفقوا وأخذوا مكان معين وعملوا مسرح وقابوا الإضاءات وعملوا كل شيء بتكلفتهم الشخصية. الخطوة الثانية اللي عملوها إنهم بدأوا بحملة الإعلانات عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق أصحابهم وعن طريق الكافيهات والمطاعم، وبدأوا يحطوا التذاكر. والملفت في الموضوع إن التذاكر كانت مجانية ببلاش، بس حابين من الناس إنهم يحضروا، وكتبوا على التذاكر إن الحضور يبدأ الساعة 9 صباحا. جت الساعة 9 ما فيش حد، 9 وربع ما فيش حد، 9 ونص، 10 إلا 20، 10 إلا ربع، 10،
بدأ يجي على واحد واحد، يمكن بعد 10:30 بالعدة 15 شخص اللي موجودين بالصالة. هذا مش دليل على أنه الإنسان هذا فاشل أو ما عندوش قدرة، لا، هذا دليل على أنه إحنا مجتمعنا مجتمع راقب. بيجي شخص بيقول لك يعني ذا الحين بالله عليك أنا واحد لما أروح أحضر ولا لما ما أحضرش بيزيد ولا بينقص حاجة؟ أكيد بيزيد وأكيد بينقص. صح أنت واحد، بس أنت واحد وأخوك واحد وجارك واحد وصاحبك واحد وكونتوا مجموعة. هذا الإحساس بنفسه يعطي للأشخاص نوع من الحماس بأنه أنا بقدم أفضل وأفضل. تعالوا شوفوا الأطفال الصغار لما يكون في عندهم حفل في المدرسة وتطلب وتصر البنت على أمها وأبوها إنهم يحضروا، يعني يحضروا، أول ما تفتتح ستارة المسرح تلاقيها تدور بين الناس أمها وأبوها أقوى ولا لا، بالرغم من إن الناس اللي موجودين كثر، لكن أبوها وأمها أكيد يفرقوا. وهذا الشيء اللي يفرق عند كل الناس أصحاب المواهب، لما تفتتح الستارة ويشوفوا الكراسي كلها مليانة يعطيهم حافز إنه أنتوا بتعملوا حاجة وبتظهروا موهبتكم وبتكونوا دائماً أجمل. نتمنى إنه أي شخص من اليوم وصاعداً تتوجه له أي دعوة لحضور أي أمسية ثقافية أدبية فكرية مهما كان نوعه، يحضر حتى لو ساعة بهدف المشاركة ورفع معنويات هؤلاء الأشخاص. مشاهدينا الكرام، خلصنا حلقة اليوم، وأكيد لنا لقاء معاكم بإذن الله بكرة على نفس الموعد ومع سلوك آخر. ورمضان دائما بالخير يجمعنا. نقدر نجوم، نقدر نحط الشوك، نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا، نخلي الفرحة تسود. مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجوم.